ايه، فلور كان عندها عطلة، راحت على فرنسا. وليزا شو عملتي؟ والله انا اشتغلت كتير أو. كتير، وهلا بحس حالي يعني تعبانة وشوي طب. كبيرة، مش عارفة، لانه كنت اشتغل ممكن هذا الثلاث اسابيع، ممكن 24 ساعة كل يوم، مش بالضبط 24، بس بحس حالي زي اشتغلت 24 ساعة. واو، وين بتشتغلي؟ أنا بشتغل بسليب الأحمر، بس اليوم ما كان يوم منيح لأنه كان عندي يعني فورستيل، مشروع بروجكت فورستيل، عرض مشروع، عرض مشروع، و كيف بقول بالعربي يعني كبت الديدلاين يتخال. ما جبت الديدلاين. منقول ديدلاين بالعربي. وما كبت نتخال يعني وما لحقت. ما لحقت الديدلاين. Good. Sorry. عيب. yeah. بس هذا كانت مشكلة أو لا؟ كانت مشكلة إنه ما حصلت. بكرة بتصير المشكلة إنه هلا ما حدا بيعرف إنه ما لحقت الديدلاين. لازم أحكيهم يعني عندنا مشكلة. ومش عارف بدي أقولهم لأنه كلنا اشتغلنا كتير لحيدا المشروع، وحلا ممكن بصير لا والله إشي هو زي خلاص تيس مسخين فور نيتس خلاست. يمكن لا ماشي، لا ماشي، يمكن لا ماشي، اشتغلنا لا ماشي. بس شو بالأين موضوع أنتي بتشتغلي يعني مصرية على أي موضوع يعني؟ بشتغل بال department that wasn't word in the book from Alibaba. قسم القسم الدولية. The international aid department. Okay. مساعدة دولية. صح. بس هادو الديدلاين بال الهولندي أو بالشغلي منقول فتال، هيدا الديدلاين فتال. وبعد هيدا الديدلاين مش ممكن ولا شيء، مش ممكن. وفي كتير من هيك ديدلاين بال لما اشتغلت مهمية بس لما بس ما بعرف شغلك كان ديدلاين فتال. كان ديدلاين فتال. فكرت ممكن بدي اجي للدرس اليوم لانه بحس حالي يعني زوكت، بس فكر احسن انا بكون معكم لانه شو بدي اعمل بدون الدرس؟ بس شو بدي اعمل هلا؟ ما في نعمل ولا اشي. ما فيك تشتغلي بعد الدرس؟ انا خلاص يعني ديدلاين. لا خلاص ديدلاين. انا ماتت. ميتت مع الديدلاين. بس خلاص. في كلمة منقول اسمها it's fatal. ضربة قاضية. ضربة قاضية. كلمتين. ضربة يعني يضرب. وقاضي يعني خلص يعني you can mix me wrong. It's a killing. ضربة. Hit. ضربة is a hit. Hit that kills you. Yeah. بس ضربة قاضية. اكتبها. كان ضربة.
قاضي. أربع قاعدة. فطعو. بس هذا الكلمة بعيا يعني هو كده نغمير بلايك. بس للديدلاين فطعو؟ لا. كل شيء فطال. كل شيء فطال. مثل لما أنا شربت شيء poisonous. بعدين ضربت قاضي؟ لا. بس شو صار لك؟ يعني إذا شربت شيء poisonous مت؟ نعم. مت إيه؟ إذا مت كانت هاي الضربة القاضية. بس هيدا fatal. إيه يعني هيدا المشروب كان الضربة القاضية. كمان بالفيلم أو إذا عم تحضروا مسلسل يعني صار شيء ومن هذا الشيء سبب إنه كل شيء. أوكي. هاي كانت الضرب القاضية. أوكي منيح. بس مش مثل قانونية أو deadlines. أوكي منيح. لا it's mere يعني mere fun. يعني fate literally fatal. Yeah. بس أنت بالمثل تبعك فلور. It's not literally fatal. It's figuratively. No. But فينا نستعملها كمان figuratively. بس هي كمان literally. كمان بالنسبة إذا زواج. إذا الزواج انتهى يعني ما بعرف كان في كتير مشاكل وبعدين هاي كانت الضرب يعني آخر مشكلة كانت الضرب القاضية. وطلقوا. اوكي. بنحكي خلينا نحكي شوي عن الهيبة لان الاسبوع الماضي ما كان عندنا وقت. فهيك انا كمان شفت ما هلا 12 ما عملنا يعني عملتوها مش معقول كنا بس اثنين كانت فلور وانليس وكان عنا ساعتين وما لح يعني حكينا كتير ما بعرف بس عن شو ما بعرف كنا عن ابن انليس ولادها مو واحدة عايشة مع بنت ما هي وابنها كان مع فلور بالصف من زمان اوكي بس ما عارف انه هو ايه ما كنت عارفه هو ابنها انا شفته مره بالدم مع مظاهرات وانت اترى ما كنت بالفين بروفراي بأمستلفين هو مكان لا. شو كان اسمها كانت هونيك هي دائما بتروح على فلسطين نسيت اسمها ليزلوت لا هذا اسمي دي فيزيوثيرابيست بدوي لا بتشتغل عند البلدية لوت هي كانت موجودة هونيك لوت نعم ونادين نادين ما بعرفها بس نادين كانت مع فلور نادين بتعرف نادين لا ما بتعرف نادين هي بنت نينكا لا أترى ما كانت معهم ابدا بالصف فلور انت سالك مع نايلة من زمان بس أترى كمان صح انا كمان بس أترى وقفت فترة وقفت فترة أنا ما وقفت أبدا بس هلا فلور أنت سالك تدرسي عربي 4 سنين من نايلة كل الأسبوع
الصيف لا، لحظة بالصيف لا، لا مش مش 12 شهر بس 9 شهور. يا والله بس 4 سنين. ايه كويس والله، اذا بتحكي هيك بعد 4 سنين ايه ما شاء الله. بس فلور من اول تريمستر يعني، بس فلور شاطرة، هي دايما بتعمل وظيفتها. يعني عندي عندي اطرة واخرى طلاب بدي اوكي. بس بدي اقبل، بدي بس شغلة فلور بدنا بدنا نغيرها بالحكي العربي. في غلطة دايما بتعمليها، هاي بدي غيرها خلاص. صار وقت يلا خلص خلص وصلتي للمرحلة قلتي خلص هلا بدي ايه خلص. كل مرة بقول يلا معلش معلش، انا فهمت انا فهمت. اوكي تفضل تفضلي. شكرا. هي عن الاندر بالهولندي. انت دائما بتقولي اخر وبعدين بتقولي الناون، مثلا ان اندر ستودنت اخر طالب. طالب اخرى او لا. لا 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 لا، اول شيء اخر طالب يعني the last student، اخر is the last، اخر is an under in فصحى. وآخر زخي بتقوليها من بعد الاسم، يعني مثلا طالب آخر، لأن إذا قلتيها قبل الاسم يعني الناس بيسمعوها كأنه the last. عرفت كيف؟ لو قلتي آخر أو قلتي آخر، آخر طالب آخر طالب it clinked، يعني كأنه عم بتقولي the last student. بس طالب آخر is an under آخر، مش آخر. وإذا طالبة أخرى، يعني فرسخلتس آخر أن أخرى is مالك فراولي. طالبة أخرى طالب آخر، هاي بالفصحى هيك منقول. وبالعامية في فينا نقول غير طالب، أو طالب إذا كان غير طالب أو طالب تاني واحد تاني إن أندر. أو شو قلتي أنت ليزا؟ أنا فكرت طالب تاني. طالب تاني طالب تاني أو غير طالب، يعني إن أندر is echt يعني an under replaces this one. عرفتي؟ بس تاني doesn't have to replace. فهمتي شو قصدي؟ يعني an under يعني مش هيدا، هيدا لا، هيدا ايه، بس تاني كان او كان يعني هيدا وهيدا. طيب دينك واني اخبرك الناس ليك اخيف انه yeah. إذا كنتي بمحل أوكي وشفتي فستان أوكي، بدك هيدا الفستان، بدك اثنين منهم، اثنين من هيدا الفستان، بتقول عندك واحد تاني إيه؟ أوكي. بس إذا قلتي له عندك غير هيدا that is done really complete under إيه؟ عندك غير لون yeah. have you an under color eh? بس انه الثاني it's afhankelijk van de situatie. Soms it kan niet een tweede zijn. Dan begrijpen mensen dat it is een ander dat je wil. Yani الثاني kan allebei. بس ik zeg nu echt het subtiel yeah. verschil tussen الثاني en غير. Ja. Of misschien in de supermarkt als je dat is nog ja, meer realistisch dat je
twee van die blikjes wil en er staat maar één. بتقولي عندك واحد تاني او عندك غير ماركة ابي ان اندر ميرك هيك حاضر اوكي اوكي يلا نحكي عن الهيبة اوكي بهاي الحلقة بالأول كانت شو اسمها عليا كانت مع مجدي بالمطعم بعدين بتطلع من المطعم وهي ماشي برا شو شو صار حدا لحقها حدا لحقها صح ايه وهي مين بتفكر هيدا الشخص مين بتفكره مو من جبل ايه بتفكره واحد من شباب جبل او من زلمة جبل بتفكره بالاول بس بيطلع هيك بيطلع لا هو لا اوكي بيطلع شاب غريب وشو بيعمل صار حرشة هيدي الكلمة كان بدي تستعمل بيتحرش فيها بيتحرش حرش تحرش إذا تبقى ما منقول بيتحرش بس بيتحرش فيها تحرش إذا تبقى هو الفعل بيتحرش فيها يعني he harasses her اوكي ومين بيساعدها هويتي شو اسمه ايه بس هو شو يعني هو رجل جبل هو واحد من رجال جبل ايه وجبل سأله طلب منه طلب منه يراقبها يراقب to check on her يعني super هيك supervise her يراقب او فينا نقول بتكون فينا نقول يلحقها يلحقها بس مو ماني حاسه يعني نفس الشيء ايش شو الفرق لحقها مفخا ثاني بيساعدها كمان يعني صح يلحقها يعني مش ضروري يساعدها يلحقها بس هيك بس يراقبها يعني انه sort of supervise her it is راقبة الفعل هو راقبة را ألف قاف باء قاف باء And that is iemand someone to watch out for someone of sorts? Eh, to watch out. To watch out for her. Yeah. Eh, هو بيساعدها. بس هي كانت مبسوطة يعني إنه هو عم بيراقبها. بالآخر ممكن كانت مبسوطة لأنه هو ساعدها بس مش كل الوقت هي بحب تصير أو كيف أقول ما
مشكل الوقت هي بتحب يعني حدا بيلحقك او بيلحقها بيلحقك ايه هي ما بتحب انه كل الوقت يلحقها طلبت منه انه ما يلحقها بقى اوكي هلا شو صار مع جبل وعشيقته هي أترى ايه كان نايم وبعدين اجت بنت عشيقته وكانت يعني المفتاح كانت معه ففتحت الباب و ايه هو كان لحاله بالداخل وبعدين ما فهمت القصة كله هو I made it seem oh sorry okay عمل كأنه هو عم يدور عن مرته أو عم يتخانق مع مرته حين بس ما فهمت غريب يعني. إنه ليش بده يكون عم يتخانق مع مرته وهو هونيك بغرفته كان يعني هذا الشيء ما فهمت يمكن إنه كان بدهن شوية privacy خصوصية بس يعني أو يعني هاي مرته كانت عن عن هاي الدكتور وأجا كمان وما أعرف غريب وبعدين مش الحال وبعدين فلوا يعني بنته والدكتور راحوا يعني وعطوهن البرايفسي صح أجت من ما بعرف من وين أجت من دبي ما بعرف وين كان ساكنة البنت من دبي أوكي شو صار نضال إيه شو صار مع نضال يا هو لحق عليا بالمحل أو إيه كانت بمحل تياب صح؟ نعم هو قص بدريخة بدريخة تعرفوا أترا وليسا نهد شو كان كلمة هدد وهددها إيه وكمان ابنها وهددها وابنها ايه وهي كتير غضبانة ايه شو قالت له انه هيك انه ابني مش خاصه ما خاصه ببيت شيخ الجبل ما خاصه وشو كان عم يعمل ببيروت؟ كان عم يدور للشقة يعني يمكن هو وسمية بدهم ينتقلوا على بيروت هي اسمها سمية؟ ايه مرته لنضال هي الاكس تبع جبل كمان مشان هيك نضال كتير غضبانة ويكره جبل لأن كان what's destiny or career نصيب كان نصيب إنه نضال وسمية يتزوجوا مع بعض بس جبل زوجها هاي بعدين طلقوا يا سايس طلقوا بس كيف يعني نصيب هن كيف هي النصيب يعني ما فهمت يعني ليش كانت نصيب هن يتجوزوا لأن ابن أختي شوي مثل
شوي مثل صاخر وغيمة. اوكي. انه من هن وصغار اهلهم بدهم انه هول الاثنين يتجو وهن كمان بحبوا. كانت يعني معروف هيدا الشيء معروف انه هي نصيب. بعد جوزت. اوكي. واضح. دائما المشاكل عن مرة. بس كيف هو بيكره جبل وجوز ولسه جوز سمية؟ هاي كمان ما بفهمها. فهمتي يعني الحب نصيب الحب الكبير الأول والأخير. كيف بكتب نصيب؟ نون صاد يا ب نصيب نصيب دستني. تعرفي يا نصيب يا ليسا؟ ما سمعت. يا نصيب يعني لوتري. انت اسمك خصو بالنصيب لوت ليسا لوت صح. ليس النصيب بس بيقولوا مش ليس لوت بس ليس كتير لوت. ليس كتير. فلاو كيف بقول فلاو؟ فلاو بايخ بايخ بايخ. كمان اذا نكته نكته مش حلوه بنقول نكته بايخه. شو اسمه المحامي عيسى؟ كان فيه يطلع الدب من الحبس صح؟ كيف طلعه؟ تعرفوا شو هي الكلمة؟ إخلاء سبيل؟ صح! برافو! ممتاز! شو هي الكلمة؟ شو؟ إخلاء سبيل. إخلاص سبيل. إخلاص سبيل. إيه يا محامية أترى. إيه محامية أنا. إخلاص سبيل يعني أمبيل ما هيك؟ بس أمبيل كمان كانت كفالة صح؟ حكينا. إيه كفالة. شو الكلمة الترجمة المضبوطة لإخلاص سبيل؟ لا بس كفالة هيدا ذات اسم responsibility. ايه كفالة يعني مثل he guarantee someone guarantee guarantee. هذا كمان كفالة للأولاد أو للكاسر كاسرين. أوكي. عندك كفالة وعندك مش يعني مش الأبوها أو الأم بس عندك كفالة عندك ما بعرف شوية والإخلاء سبيل هو البيل يعني لازم تدفعي مصاري حتى يطلع من السجن. خليني أشوف شو كلمة بيل. بيل ايه نفس الشيء. فينا نقول بيل اوت هي اطلق سراحه بكفاله او اخلى سبيله بكفاله. الكفاله هي المصاري يتبرصم. alright. okay yeah. and dan is اخلى سبيل borgtocht.
ما عرفت الفرع بالهولندية هولندية هذا ايه سو هو عيسى المحامي عيسى مات عيسى قدم طلب اخلى سبيل للدب في طلعوا مع كفالة بس جبل باين كتير مبسوط انه دب ترك السجل لا اوكي لا لما هو وصل بالغرفته جبل ما وقفت أبستان وقف ما وقف زمان يعني بس لما شو اسمه ديب كيف أقول توني تيخ بايكوام يعني لما قرب عليه جبل وقف اه بس هيدا شوي غجال غجال كول بس هذا الجبل يعني هو قال له لعيسى انه عمول اي شيء ليطلع الدب هو كثير بحب الدب انا بحب الدب كثير غريب شوي على فكرة نسيت لكم إنه الهيبة الجزء الثاني هو عن سمية يعني هو بيرجع للماضي بس كيف جبل جوز سمية وكيف كانت علاقته مع سمية وليش ما جابت أولاد منه فرشتي هلو لا الجزء الأول أحسن أحلى أوكي منو بس هو نتفليكس منو على نتفليكس لا منو على نتفليكس كان يعني كان بمسلسلات رمضان من شي سنتين يمكن وهل وفي جزء الثالث وهلأ حيطلع الرابع بس الثالث عن شو لكان الثالث مع سيرين عبد النور تعرفيها هذه المسألة الثالث هو بعد عليا عليا نسيت أو عليا ماتت أو رجعت على كندا لازم لأنه أنا رجعت على كندا عليا ما بعرف اسمها بالضبط بس عليا هي قررت يعني ما بدها تكون بالمسلسل كمان أو بعد إنه was too sexist. عجز. What too sex? Yeah. Sexist. Want ze heeft geen echte rol. Zeg maar. Okay. هي لأنه الدور الرئيسي لجبل. صح. والبطل. ما عجبها هذا الشيء فهي هي هي قررت من حالها ما عاد بدها يعني ترجع هي ما كان بدها تمثل الجزء الثاني ممكن عشان هيك هي بتموت بالحلقه الثانيه رح تموت او بترجع مش عارفه بس لازم صح بس ليش لوت انت فرشت الحلقه الثانيه ما هيك لا اوكي لا ما بعرف بس انت بتعرفي كل شيء صح لا بس فقط من الجزء او فصل او نيت فصل نفس الشيء صح موسم اوكي بعدين شو صار كمان شوي مع منى وشو اسمه جوزة مجدي ما بنسى اسمه مجدي شفتوا الرسالة منى كان عندها بموبايلها من الولد من ولد من البيبي لانه شو اسمه جو De ex-vriend van Mona. Majdi, صح. هو بعت تتا صورة من بيبي
وعلى يعني فينا عنا ممكن بيبي زي هيدا البيبي. أو يا 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 ما بتذكر شو بعت لها صورة بيبي. Yeah, I stuurde haar een foto van een baby en dan zegt hij wij kunnen ook zo'n schattige baby hebben samen. Ach, ايه بس هي حامل. منى حامل. ايه حامل؟ ايه ما عرفتي. Zoveel weer lagen zit er in deze. Habakten. بعدين ومجدي هو مش الاكس هو جوزة. جوزة بعدها متجوزته. بس هي رجعت على البيت لان زعلت منه ضربها. هو ضربها نعم. بس مو هيك بس مو بهدل عائلتها. بهد what's the word oh my god خيط في قلبي ورا بلايدها بهدل عائلتها. وهي بدها هو يعني ينتظر ينتظر نعم اسكيس اسمعك يعتذر دام عائلتها يعتذر من عائلتها من يا بس صح. وهي انه شو حسيتوا انه هي بدها ترجع له ولا لا؟ اكيد بدها ترجع له. اكيد بعدها بتحبه. ويمكن كمان بدها تخلص من عائلتها. بس شو بتفكر انه كمان هو بتحبها؟ انا ما بعرف بيحبها ما بعرف. لا ماني حاسه هيك ابدا ولا انا ما بحس بحبها. لا هو بحب الفلوس المصاري. هو مصلحجي. مصلحجي شايفه هالكلمة؟ مصلحجي يعني هو بيفكر بس عن حاله. فكر بس بمصلحته. مصلح is ook iets van issue toch؟ maar ook je مصلحه is not مصلحه is an issue. لا it's his own في ذات het is in je eigen belang. Belang is het. مصلحتك. ايه هيدا مصلحجي. Dus hij is يعني هيز إيمان هي only cares about his own interest. بس مثل أنانية. لا أناني is egoistic. بس مصلحجي يعني بفكر إنه إذا بعمل هيك هيدا ممكن يفيدني بشغلي أو طلع كتير مصاري من هيدا المشروع. ف يعني he doesn't care what he does along the way as long as او مصلحجي يعني شخص انه بس انه اذا انا اصحاب لنقول انا اصحاب مع اترا لانه بيعجبني اخوها. يعني انا ما بحب اترا ولا شيء بس انه بس صرت اصحاب معها لانه بدي اتقرب من اخوها. يعني انا مصلحجي. مصلحة is interest ومصلحجي is يعني opportunist. Yeah. Optimist. Opportunist. Opportunist. حلو. You only take the opportunities. Opportunist. ومجدي هو مصلحجي اكيد. بده الورثة. بس بيحكي عن الورثة. المتر عيسى بيجتمع مع متر نجار. وعن شو بيحكوا؟ عن الأرض الورع. الورقة.
ايه بس شو فيها الورقة؟ عن الورثة كتب بدون الورثة والحضانة كمان عملوا الحضانة ايه عملوا قضية يعني الورقة ايه صح في مطالبهم وواحدة منها هي الحضانة الحضانة والتاني الورثة لا لا طلبوا طلبوا يقدروا يشوفوا جو بس مرة بالأسبوع هيك شيء لا لا قالوا مكتوب الورقة هي تاخذ ابنها بس هنا يقدروا يشوفوا هي بتاخذ حضانة ابنها حضانة ابنها وهن فيهم يشوفوه بس ما بعرف مرة بالأسبوع ما بعرف ما بسكر شو لا مرة بالأسبوع مرة بالأسبوع مرة بالأسبوع إيه بس مش بالهيبة مش بالهيبة يعني إنه هي إيه بدها تاخذوا برات الهيبة فيهم تشوفوه بأي مكان إلا بالهيبة أوكي وهن أوكي عيسى بيقول بيعطي المطالب وبيقبلوا فيها أكيد لا ناهد لا لا جبل بلكي بس أمه ناهد إيه شو ناهد أوف سوري إيه أنا ما بحبها أبداً لا أنا كمان بس شو بدها لا هي ما بدها ما وافقت هي بدها تخلي جو عندها وقالت قالت عليا بس تقدر تشوف جو مرة بالأسبوع بالهيبة بالهيبة إيه بس وبس قالت إنه جو ما بيطلع من هيدا البيت ما بيطلع وعليا فيها تشوفه مرة بالأسبوع وأوكي وعيسى قال لهم إنه بس يعني إذا صار في محكمة بهالموضوع يعني هن يمكن يربحوا هن ليش؟ لأنه هو أجانب يعني أجانب؟ إيه بس في سبب تاني بسبب المستقبل الأولاد بس تجير السلاح والمخدرات صح لأنه المحكمة ما بدها أنه الولد يتربى أو ببيئة تجارة السلاح أفش يعني بيئة يعني كلمة مهمة environment environment طبيعة مش من طبيعة من understand بيئة بالهولندي ميليو ايه بس مش بس هات ميليو يعني فينا نقول كمان هو مش منيح الولد هم خايفين بيئة يتربى ببيئة تجارة السلاح تجارة أنا عندي سؤال ثاني كيف بكتب هذا البيئة يعني بس كيف بكتبها بالموبايل بموبايلي همزة اسمها همزة بس في الحمزة لحاله مش حسب شو عندك أندرويد ولا أبل أندرويد بالأندرويد أنا بقلي هناك is zo'n klein cirkeltje rechtsonder. Ja. Yeah. Daar moet je, dus je moet eerst de letter klikken en dan klik je op dat puntje. Ja. Yeah. En dan kan je alle accentjes kiezen en ook de hamza. Hebben voor mij staat een fish voor hamza. Ik heb alleen de shadda en de. Ja. Oké, Anna Barif, Anna Barif. Is dat betekent je al elf maksoura? Ah. Hulle isbaik al elf maksoura. Oké. خلي إصبعك تطلع الهمزة yeah. كمان لا
ممكن ما مالي. بس بتعرفي شو الالف مكسورة؟ اه هاي هاي بس فيشي اه ik heb ook als ik die lang indruk dan krijg ik انا كمان اه اوكي خلينا اشوف اوكي فكرت اذا بستعمل الالف مكسورة بيكون في الالف مكسورة بالكلمة بس لا 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 بتكبسي بتخلي اصبعك على الالف يا اوكي شكرا اوكي اوكي شو كمان صار شو صار بين عليا وإمّا؟ يا مسكينة إمّا غريبة غريبة كثير ما بتحكي عربي كمان كويسة ما بعرف هيك حسيت لأنه هي ساكنة بكولومبيا كولومبيا وأبوها وين كان؟ برازيل برازيل بس أنا أعرف مني لأن الأم هي نصيحة نصحتها هي نصحتها إنه يرجع على الهيبة ما هيك؟ ترجع على الهيبة يرجع وتتصالح مع 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 عائلة جودة لأنه هي بتفكر جو عنده حقه يعني بيعرف عائله مش بس هيك عنده حقه بالورثة مش أنا الورثة بس قديش يعني أنا ما بيعرف قديش رح يطلع الورثة فكل حدا بيحكي عن الورثة بس قديش هو رح يكون بس إنه هن معروفين إنه أغنياء وهي قال إنه يعني هيدا حقه ليش تحرميه بس بفكر إنه هلا هي كتير ضد الهيبة وكل شيء بس ممكن بركي هي راح تغير فكرة عن الهيبة وأنا بفكر إنه هي راح تغير كتير يا wordt een te harde wisseling مشان هيك بدون ويت دي المحامي السابق ما بعرف دي فريند فان نعيم هو كان كمان نصيحه نسيته كان كمان اوكي ترجع على الهيبة لأن بتحب هناك وهون عيلت عيلت عدل وكمان الأم نصيحة نفس الشيء مشان هيك فكنوا شوي الطريق على أثروا شوي يعني بلشوا يأثروا عليها نعم يأثروا بس قلتي بلكي رح تتغير عن مين عم تحكي عن عليا بلكي رح تتغير عن عليا بس أنا بعرف شو أكيد رح تتغير أنا كمان فرشت النهاية إيه بس نور ما بدها تقلكم شو النهاية أوه سوري ليسا لوت ما سمعت شي خلاص مش مشكلة أنا شفت كمان أنا قرأت الـ description في نتفليكس أوكي بس ما بعرف كيف غيرت هذا ما بعرف لأن أنا غيرت تغيرت اوكي سوري ما بعرف كيف تغيرت لان انا فرشت بس للحلقه 15 وبعدين رحت على النهايه بس ما شفت الاحم ايه الاحم الاحم لا بالوسط ايه كيف صار ايه لا معي ما بعرف ايه الكلايمكس لا ما شفت فهذا رح نشوف بأي حال في الكليماكس ما بعرف بس 20
أوف. تقريبا 20. هلا صرنا 12. يا هلا اوكي. لازم نفرش. بس في كتير كلايمكس صغيرة بس. ايه مش كتير كبير. لانه حرام بالتلفزيون اللبناني. ما في يعني ممنوع البوسة. ممنوع انه بتخت كل هذا. هاي المشاهد ممنوعة. ما شفنا ولا شيء. فما بوسوا بعض لكان. لا. لكان شو بدي يفر. شو بدي فيه. خلاص. لا. ولا شو بس ما بعرف بس. بلشوا شوي بعدين خلاص. بس مو الأفلام القديمة المصريين كان يبوسوا بعض. بس يعني هيك بوس هيك يعني سريعة. أوكي. بس بتعرفي عند الأفلام البوليوود كمان بالبداية ما كان يبوسوا بعض. هلا غيرت كل شيء. عم يبوسوا بعض وبتشوفي شغلات. فيمكن بلكي كمان عند الأفلام العرب كمان رح يتغير. إيه لازم. بس حسب كمان أي فيلم عربي عم نحكي صح؟ لأنه أنا كمان بعرف فيلم عربي في ناس في بوسو. لا بالسينما غير. أرتهاوس. بالسينما مسموح أكثر. إيه على التلفزيون لا. أوكي. في بالأفلام السينما إيه في أفلام فيها شوي مش كتير يعني بس في مظبوط. اوكي صار بعد في شيء ما حكينا عنه. جو يشتك امه. جو اشتاق لامه. اشتاق لامه. وجبل هو بيخاف انه بخوف. بخاف. هاي إسبان يعني. يا إسبان. إنه مونا استوخ يا. راح تاخد جو أو راح عمل شيء راح تعمل شيء مع جو. وجبل قال إشي كتير خمين عن مونا. شرير. هي عندها يعني مخها كتير بسيطة بس مش على هيك زبط يعني says he'll says a bit dumb so say عنجد دات عن زي مودر فان ik ben... عم يخاف عليها لأنه هو يفكر شو اسمه لأنه على هو على إشي زي هي عالها يعني هرسنة عقلة طبيعي kan dat iets zijn of niet? Nee, ik denk het niet. Niet dom. La. Ma al hek anna. Oh, wallah. A'la. Bas, ana fakar al khayfa alayha lano. La, haka anna, shu ismo, jozaha. مجدي هو يعني مش صريح هيك شيء حكى عنه هو عنده إثار على مونا تأثير هايفت إنفلوس أوب دان هب يه على تأثير إيه على Wat was gemeen? Sharir. Marijn? Ja, ra. Sharir. Mm-hmm.
أنا كان عندي جمهور بس. و... جو اشتاق لأمه وجبل يعني شو بيقول له؟ قال مثلا مثلا انت بتلعب جيم شو رح تساوي؟ رح تتوقف او رح تتكمل؟ اذا مش حالك رح تخسر؟ اه رح تخسر ايه. قال لا ايه فاذا رح اوقف رح اخسر. قال ايه برافو ايه لا لازم تكمل. فجوز رح ايه انا فرشتها بارح بليل. اه اوكي اوكي. شو سا؟ شو رأيكم بجبل؟ كيف يعني؟ إنه هو كشخص يعجبكم؟ كل حلقة أكتر. بالأول أنا ما بحب هو أبدا ولا شيء لا. بس شوي بعد شوي. إيه كل حلقة أكثر شوي. أنا ما بفهمه كثير ما بعرف أمه إيه لأن هو بفهمه هو بيحترم أمه بس لازم لا يعني هو بيعرف أمه غلط كيف يعني تأخذ ابن تأخذ جو من أمه هذا الشيء يعني بالنسبة لي كثير غلط بس هو على أمه يعني بالآخر جو ولد ولازم يروح على المدرسة إيه لازم يروح على المدرسة بس كمان لازم يروح على أمه خلص وقال لمونة كمان لأن مونة قالت خديه الابن لبيروت قال هذا شيء غلط أو مش وقته هلا هيك شيء قال يمكن هو كمان بده يضغط على عليا حتى تجي على الهيبة يمكن هلا بصير القصة حب بلش القصة حب اوكي رايك نايلة بجبل نعم يعني بيعجبني بس شو عجبك عن جاب شكله او لا مش ستايلي مش بس بحب انه يعني هو من يعني من هو مش مجرم وهو ما بيتاج ما بده هو قال وقت حكي مع دوريد انه هو ما بده يتاجر بالسلاح القوي والمخدرات بس شيء خفيف يعني وبحب انه كتير هو بحب عائلته بيدافع عن عائلته وبيدافع عن الحق فهمتوا؟ يدافع عن الحق وهيك هو رجولي لطيفيس عرب رجولي يا هي سورسان بالآخر ايه بيهتم يعني بيهتم بالناس اللي بيحبون أني دليلك لا والله لا لا شو حكيلا لازم تفرجي أكثر إذا بتفرج أكثر بصير مجنونة وبعدين ممكن بفكر هو حلو وراح يصير هلو أكثر اوكي رح نشوف يمكن بس إشي... انا كمان بيعجبني لانه حضرت كل المواسم يعني موسم واحد واثنين وثلاثة يعني
صرت أعرفه يعني شخصيته فهمت مزبوط مشان هيك أمه ما رح تموت بالموسم الثاني والثالث بعد ما اجت ضربة قاضية بس كان ممثلة كويسة يعني بتمثل كتير شاطرة شاطرة بس ما حبيتها اوكي خلينا نراجع شوي من لا هذا ابيزود 12 اوكي انا رح اقول شيء جمل من حلقة 12 هاي الكويزلت انتو ما عملتوها بس بدي اشوف اذا بتفهموا هدول الكلمات هو هيدا هلا شفنا 11 12 هلا شفنا 12 في هيدا اللي بيشتغل عن جبل يلي كان عم يلحق عليا بيقول لها بوعدك هذا الشيء ما رح يتكرر مرة تانية فهمتوا؟ ايه قولي فلور I promise it won't happen again يتكرر it's to happen again en kief men ul het zal jou niet nog gebeuren yani je kararik ou la la karlik هذا الشيء ما راح يصير لك يصير لك مش يتكرر is to repeat It you cannot say it cannot repeat you. عرفتي؟ But it can repeat for you. يعني راح يكرر. راح يتكرر معك. 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 بس الفعل كرر. كرر إيه كرر. ما شدنا بال. في كرر يعني بس listen وكرر. أنا ضايقتك بشي. Heb ik je niet boos gemaakt, maar heb ik je lastig, niet lastig? Nee, heb ik... Did I bother you? Oké, hoe zag er bij oel aan Joe, en Joe ken ik uit, hoe zei dan, al hij zanbara. Hij, nechna bij Libnan, mam na'arifa haar kidno. هذا الشيء انت بتعرفيها هالكلمة أطرة؟ لا انا كمان ما عرفتها بس لانه ما بنستعملها بالبيت يعني انتو ما عندكم زنبرة لا شفتي قبل ما انا مزنبرة ابدا انت شو بتستعملوا لكن؟ انا بنقول بارم بوزو بوز is يعني تم يعني بارم بوزو يعني هيك يا جو قال له انا ساخن عرفش يعني يعني هو مريض ايه مريض فيبرش قدم له طلب اخلاء سبيل عملنا عمينة ايه عم ينق ليش عم بتنق؟ ان سورة او شو؟ ايه صح سورة تناج Is it a noon cough? ايه noon cough انا عطلانة همك عطلانة Iets met dat het belangrijk voor iemand is. Jouw zorg? Ik ben niet meer jouw zorg? Ik ben niet zo. Jouw zorg? Hem maak het. La. Atra. Ik maak me zorgen om jou. Hey. I'm worried about you. Atlane hem maak. Deze zijn allemaal in quiz, in de nieuwe quiz. فينا نتفاوض نعم
negotiate was het eigenlijk. Can we negotiate? Ma jayik nom? Ah. Ja, hij kan niet overtuigd worden. Ja, ma jayik nom. Ik kan niet slapen. De slaap kon niet komen. Naar mij. Ja. ما جاي اذا انا بقول ما جايين نوم هو زلمة مدعوم لا محترم مدعوم is that he has support يعني well known he has influence يعني عنده كتير واسطة عنده بيعرف كتير ناس مهمين مدعوم مدعوم اوكي دول كلهم في كويزلت جديدة episode 12 وشو تعلمنا كمان Je kan nog op eens even twerzini. Maar twerzini. Twerzini is forgive me. Forgive me. Maar twerzini is neem me niet kwalijk. It's like sorry, I don't want to bother you. ونداء الآل فراك الزوت بس ما عرفت شو هي جملة بالعربي لأنه حكى بس أمتى أمتى لحق عليا ايه ايه يعني هي ترجمة كانت فراك الزوت مش إنه شيء الانتقام حلو أو شيء لا ما بذكر بس ما كان بدي فرجها مرة ثانية ونشوف شو عاد براك سويتو براك يعني انتقام تعرفوا هاي الكلمة؟ ثار ثار يا ده شو بدك تشيخ ثار it's revenge ثار يا ما تشيخ براك revenge ثار حلو Daar, hallo. Ja, daar is... ik zal eens kijken wat mijn... Ja, daar. Nee, dat ik al. طيب, إذا بدكم ناخد شوي استراحة, 5 دقايق استراحة, وأنا بفتش عليها بالحلقة. Okay? Yeah. Okay. Wat had ik nog wel vragen? Mantik. Mantik. No doubts of zo? Doubts? Nee, ja. No doubts. Mantik of zoiets. Mantik is de logica. Ah, ja, dit hadden ze zo vertaald van no, it's no doubt about it. Mantik, ja, ik bedoel dus gewoon yeah, logical. Mantik. Oh, ja. Mantik is een logical. Ja. Ja. Oké. Okay. في بعض الشيء أسئلة حضرتوا أنتوا أسئلة عن شيء ما حكينا عنه لا شيء ما ممكن أنا كتبت شيء شو ضحكني آخر الحلقة معظم المحامي للهيبة وما ما 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 اجى يعني ما راح للهيبه لانه لا صدره عم يوجع لا الهوا هيبه يوجع صدره هذا الشيء ضحكني كثير هوا الهيبه يوجع له صدره شاهدة يوجع له صدره ايه يوجع له صدره هيدا المهر نجار يضحك شو اللي صار انا
كان عندي إشي أوه يا هو على الجبل وصل بالغرفة الأكل غرفة الأكل بالصبح وعال إشي like oh what's in all the leckere dingen op tafel يعني شو الحماية اللي عندي شو الحماية اللي عندي تعرفه ولا ممكن شو هالحماية اللي عندي yeah Bij het ontbijt? Ja. Hij komt dan de kamer binnen en ziet lekkere dingen op tafel staan en dan zegt hij: Shu al Himeye la Andi. Hamaye. Hamaye. Manama Fahemet, yani is hoe al Hamaye of Himeye of. Himeye misma ula. Himeye is bescherming. Ja. Hamaye, ja, imken, yani schoonmoeder. يمكن لأنه في في تعبير إذا أنت يور لاكي بتقول حماتك بتحبك آه يا 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 يسخن بالحرفة يمكن هيك قصده يعني I'm so lucky أو شيء هيك بس ما بعرف I'm guessing يعني بدي أرجع أسمع هاي تقريبا بالأول أو بالآخر Als Jo zo grumpy is. Zambara. Ah, wat is Zambara? Mishaar. Mish mahamizama minlea. Alla, ana bishuf elkon. Hey, u taba Akra. Shu kan taba Akra? Vraag? Vraag is vraag. Emta hadidda? Emta kani hadidda? Eh. الوقت يهدد مش خرب انا راح اجيب شاي انا ما بدي اجيب شاي كمان ايه في استراحه هلا اوكي خلينا نوقف ممكن ممكن نوقف انا شفت سؤال نضال ما قال ريفنج سويت ترجمه غلط قال صار عند صار إلي معكم تارين وراح أخذهم وراح أخذهم فتارين هو لكان لأن انت قلتي كلمة تاني لتار انتقام انتقام هو قال تار هو قال صار عندي تارين إلي عندكم تارين واحد راح اخذ يعني اوكي عندكم تارين بنج السويت مش بطيخ تيني عندكم تارين صار إلي عندكم تارين يعني سنت وي براك خورده فانيولي نيما صار إلي عندكم تارين وراح اخذهم لا اوكي ريفنج سويت انا قلت ما عندنا هيدي التعبير لا فهيك كان بدي اعرف في هيك شيء يعني بس ما في في كثير شعوبه ببيتك نايلان انا كمان بردانه انا بفكر بردانه وشاي وانا بوزه عندك بوزه عندك بوزه يا عن جد كثير مروحه لا مش معقول بس انت بامستردام بس هيدا فقط لي لان نايلا بدا مثل الممثله زي الهوا بالفعل مثل بيانسي لا بس عن جد ببيتي ما في برد كمان انا هون هيدا مكتبي وكتير صغير المكتب كتير صغير ولازم سكر الباب حتى ما يسمعوا ويمكن مش انا وهلا نحن بشهر 7
بيشوف بلشت السيف بس وين السيف هلأ؟ والله وشوفوا عندي شاي عندي شاي مع ثلج لا شاي ما لا سيلف ميد ايس تي اوكي في جازة دايما انا عايشة بعالم خيالي فانتزي imagination worlds yeah imagination خيالي imaginative world yeah في كتير شمس وشو يا بسيس بس منيح منيح هنا جيز من لبنان بأمستردام بالزبط إتيك نعم أوكي